خلاص انا اسفه. قولي ما متعلمنيش دوج. دوج 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 يعني ايه بقى دوج؟ يعني كلب، قلتهالك 50 مرة. دوج يعني كلب، سهل خلاص دي عرفتها. قولي جمل. هي مكتوبة قدامك عربي ولا انجليزي؟ هي مرسومة قدامك عربي ولا انجليزي؟ انا قلتلك 100 مرة ما تبصيش على الصورة وقري الكلمة نفسها. طب هو الكلمة نفسها مكتوبة انجليزي. افتحلك. طيب خلاص. طيب. خلاص اسيبك بقى تكمل مذاكرتك واروح انكت شوية على جدتك. ها استني يلا ارحمني. خلاص متشكرة شكرا. روح. شفتي حفيدك بيعمل فيا ايه؟ ايه ده؟ مالك؟ المرحوم عدى قدامك قلتي تدمعي لي بدمعتي؟ والنبي يا سناء ما تهزريش، لحسن انا اللي فيا مكفيني. مش كنا جبنا امك تيجي تفك عن نفسها شويه بدل الكآبه اللي هي معيشه روحها فيها من يوم ما اخوك مشي وساب لنا البيت؟ فضك بقى من موضوع وليد ده، خلينا نشم شويه هوا. هوا؟ وانت يا اخويا يوم ما خرجتني يعني تجيبني في المكان العظيم ده خير ناقح عليك في ايه؟ افهمك بعدين. اتفضل يا سي عبد الرحيم. ايوه كده يا عم دور بقى. والله ما حد علمك الا ماضه وطولت اللسان غير مرات ابوك. مرات ابوك دي يا دي النيل عليا يا واد انا. شويتين حم الشام والنبي يا ابني هنا. وكتر الشطه يا عم. على عيني يا غالي. قول لي بقى اشمعنى المكان ده؟ بيفكرك بمين؟ بيفكرني باغلى الناس، ابويا الله يرحمه. ايه ده؟ هو انت هيك اب؟ امال قطفوني من على الشجره يا حمار انت؟ طبعا ليه اب. سبحان الله. سألت أبويا نفس السؤال في نفس المكان وجاوب نفس الإجابة. أمال فين أبوك؟ أبويا ومامتك راحوا عند ربنا. وفين ربنا ده؟ شوف بقى يا سيدي، ربنا موجود في كل مكان وشايف كل الناس، بس مكانه فوق في السماء. يعني ماما دلوقتي في السماء؟ عليك نور. أمال فين دي؟ أنا الأول اللي هتاكلك من كل حتة. أنا اللي هقطعك حتة. تعالى هنا. سيب الواد. لا تعالى. خدمة تانية يا أستاذ. ربنا يخليك، استنى يا بركة. يا جراب. اقعد طيب اوعى تقع. ربنا يخلي لك الهانم والبس صغير، بس أنا مفيش فكة يا أستاذ. حلال عليك. الله يخليك، متشكرين عليك. نعم جنب بجد والله يا جماعة. عارف ده اسمه إيه؟ حمص الشين طبعًا. مالك؟ زيزو مساهم في إيه يا أخويا؟ لا أنا تمام مفيش حاجة. طيب. تحب نمشي من هنا؟ اصلي حاسس ان انا لو بصيت في اي مكان هيطلع لابويا. يا القرف ده نزلنا على مش الاوضه بتاعت العربيه. طالما ما حبيتوش تبقى بشرة خير وهتطلع غير ابوك. وماله ابوه؟ سيد الرجاله كلهم. زيزو هو انا هخلف امتى يا اخويا؟ نعم يا اختي، ده انت عامله زي العربيه اللي معمول لها عمره ولسه في التليين، تخلفي ده ايه؟ ليه يا اخويا؟ هو انا ناقصه ايد ولا رجل؟ هو انا كل ما هفتح معاك الموضوع ده تقفله معايا بالطريقه دي؟ ما تطلعيش عين امي. يا راجل هو انا بقول لك اكسيني؟ ده انا بقول لك عايزه اخلف منك. نفسي في واد متشرد زي الواد ده يجي يتخاوى معاه. هو انت كل يوم تتخانقوا اتفضلوا قدام عبيد.